هذا اللقاء العلمي اللي كننظموه بشراكه مع جهه الدار البيضاء ستات كيدخل اولا في اطار الاهتمام الجامعه بالقضايا الكبرى لبلادنا، بحيث ان الكليه كانت نظمت لقاء في 2018 حول النموذج التنموي الجديد الذي اشرف عليه صاحب الجلاله، وايضا كنعرفوا الاهتمام صاحب الجلاله بمشروع التنميه الجهويه داخل بلادنا. الهدف من هذا اللقاء هو الالتقائيه ما بين الاهداف يعني الوطنيه اللي هي منخرطه في إطار النموذج التنموي الجديد والأهداف الجهوية المتقدمة، باش نبحثوا كيفاش يمكن أن الجهوية المتقدمة تكون رافعة لتحقيق الأهداف الكبرى اللي كتندرج في إطار النموذج التنموي الجديد. وهذا اللقاء غادي يكون فيه مشاركة أولا لمسؤولين ترابيين ويعني حكوميين اللي غادي يعطوا السياسات العمومية الكبرى، وأيضا كاين هناك مشاركات علمية من أساتذة ومن طلبة يعني في سلك الدكتوراه اللي قاموا بابحاث ميدانيه اللي غادي ان شاء الله يقدموها لنا اليوم، وكتهم يعني مختلف الاشكاليات الترابيه، لا من اشكاليات الطاقات المتجدده ولا تدبير المياه ولا البنيات التحتيه ولا المردوديه الاقتصاديه، باش يكون واحد المساهمه ديال الجامعه من خلال البحث العلمي في اغناء يعني البلاد ديالنا بمشاريع وبافكار اللي تساهم اولا في التقدم الجهوي وايضا في تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى.